وقته الحين بتطلع يمديك تخصم عليه. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الله حقيقة يعني هدوء وستايل ورونق خاص، وكان ودعنا الأسبوع الماضي ولكن الله نجاه وجالس الحالة الحين. سلطان الجنوي مرحبا. ارحب. هلا يلا حيا. كيف الحال؟ اهلين وسهلين بسلطان. الله يبقيك. امورك زينه؟ كل شيء زين. جاهز؟ جاهز. كيف درجات الاسبوع هذا؟ والله للاسف ما هي بقى. للاسف ها؟ خليك مركز لان المسابقه لو جاوبت صح فيها الكثير والمزيد. اعطونا الخيارات على الشاشه لسلطان جلوي. يلا معاك مسرح، مسلسلات، وافلام، برامج، صوتيات، اذاعه وبودكاست، سم، صوتيات. صوتيات، اعطونا الصوتيات. ابي اجيك نواف. الصوتيات، اختار سلطان بجلو الصوتيات. وقبل نسمع الصوت خلونا نشوف اللي بيختاره سلطان، يا اضافه يا خصم يا بطاقه حظ يا تذاكر. خصم. خصم على خصم على خصم على خصم على خصم على خصم على. يلا طيب خلونا نسمع الصوت. صح ولا لا؟ ولا ما انت عارف؟ والله ما عارف. ليش انت عارف؟ انت عارف هذا الشيء. طيب صح ولا لا؟ اذا في خاطر طيب شيء. دقيقه طيب تعال تعال دقيقه 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 لا زي ما حطيتني على البث هناك. طيب قل دقيقه فيصل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا ابغى والله العلي العظيم بوريك بوريك الصوت. خليك مركز يا سلطان، خليك هنا 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 معي. السؤال يقول في هذا المقطع الصوتي كان لشخصين يتحاورون من برنامج واقعي سابق، فمن هم؟ فيصل طلال وموسى الفيفي، خلف القحطاني ونايف رفيدي، فيصل طلال وعبد الله البقمي. فيصل طلال وموسى الفيفي. فيصل طلال وموسى الفيفي. اثبت. اي ثبت. بس ترى كان معاهم ذاك الوقت خلف القحطاني. لا ثبت ثبت ابغى الفيفي لان في لهجه جنوبيه فهو الفيفي. ايش؟ في لهجه جنوبيه فهو الفيفي. في لهجه جنوبيه. يلا في لهجه جنوبيه وسلطان كانت الاجابه صحيحه. ابغى اشوفها ابغى اشوفها. طيب قابل الخصم. واخر ابو مناحي واخر. حتخصم على مين؟ اعطونا الكاميرا على الشباب اللي بنخصم عليهم. حتخصم على مين؟ بيني وبينه تحدي، كان يتحداني يقول اذا انت ولد جلوي اخصم علي، فاخصم على عادل بن ناقي. من هو؟ عادل. عادل عادل عادل. اعطونا الكاميرا شباب. عادل خصمك حيكون هذا في البرمجه موجود. اخصم. يلا عاد نقطة يا عادل. أوريك. رحمن رحمن رحمن. والراس. اسمعوا شوفوا شباب الحين سلطان خلص موضوعه. تعال تعال هنا عشان الكاميرا. شوف الحين خلص موضوعه حلو. أي واحد يتعرض لسلطان الجلوي يا ويله. لا لا ما تكلمه. ما تكلمني براحتك. تبي عندك شيء تاخذه في البرنامج في الحلقة. ايوه كيف بعد البرنامج الله يعينك. بعد البرنامج؟ لا لا بعد الحلقة. يلا مع السلامة. لبي نواف. كيف؟ انت ليش بنك؟ ما طلبة. لا ما اقدر. كلمني عداد. ما اقدر ما اقدر. الف. والله ما اقدر.